يسعد لي اوقاتكم متابعيني، يعطيكم الصحه والعافيه. اليوم بدي اسوي عند بنتي، انا اجيت زياره، مساوي لي اكله حلو ليز كيك. مكوناتها 3 كاسات حليب، 3 معالق بودره شوكولا، و3 معالق سكر، وقالب زبده 100 غرام، و500 غرام بسكوت، يعني 3 علب بسكوت، فيه 500 غرام تقريبا بسكوت. بنحط المكونات مع بعض طبعا، هلا السكر عم تحطه، حطيت الزبدة وهي السكر، وهلا الكاكاو. بدها تحط هلا الكاكاو طبعا، هلا بتحطهم على النار، بتخفقهم مع بعضهم ليغلوا. حطتهم مع بعضهم على النار، نار وسط طبعا، ليغلوا. شايفين رح يغلوا، قربوهم غلوا، ماسكوا مع بعض. طبعا تماسكوا مع بعض. هلا عم بتكسر البسكوت تكسير وسط طبعا، وخلطة الشوكولاتة ما بتحطوها بقى سخنة، بتخلوها لا تبرد وتحطوا فوقها طبعا حتى تنجح معكم. هلا كتت الشوكولاتة فوق الكاكاو، خلطة الكاكاو طبعا. هلا عم تخلطهم مع بعض، بتستنوها لا تبرد وبتصب بكتوها فوق البسكوت وتخلطون منيح مع بعض، وهلا بتحطوها بالقالب الجاتو طبعا. هلا بتظبطه ترتبها منيح، وهلا بنحط بالثلاجة، بتحطه ليبردوا، قصدي بتحطه بالثلاجة ليتماسكوا منيح يجمدوا. هلا بدها تعمل الصوص الشوكولا، عندها كاسة شوكولاتة حبيبات، وظرف كريم شانتي، وكاسة حليب. هلا المكونات بدهم تخلطهم مع بعضهم، تحطهم على نار بخار طبعا، بالماء البخار. ها هلا عم بتحط المي لتغلي، هلا بتحط الزبدية اللي خلطتهم فيها، وهلا تخفقهم حتى يعني يدوبوا مع بعض طبعا، يصيروا سائل. شايفه شلون سماكتها؟ حط معلقة زيت تعطي لمعة للشوكولاتة، هاي معلقة الزيت بتعطي لمعة للشوكولاتة. شايفين منظرهم؟ أحلى شي، بشهي ما شاء الله بالعافية، ما شاء الله تبارك الله، شي بشهي. منظره بشحي، شايفين الشوكولاتة شلون صار بالحمام البخار؟ بقى بتقيموا، ما بتحطوه هلا دغري، بتكنوا استنوا لا يبرد شوي، بصبوه فوق الآلة. شايفين سماكته؟ أحلى ما شاء الله، برد طبعا. هلا بدي صبه فوق الآلة، شايف الآلة؟ طالعته هلا، حتكته طالعته من الثلاجة. هلا بدي صبه فوقه طبعا، من الرد رجعه على الثلاجة لمدة 10 ساعات أقل شيء، رجعوا على الثلاجة. شايف بنظر شلون بشهي؟ هلا كتته، هاي النتيجة، عطيت بعد 10 ساعات بالثلاجة. شوفين منظره شو بشحي، قدامه كاسة شاي أو فنجان قهوة، وشو بشحي تتقدم قدام الضيوف، بتبيض الوش كمان. صحتين وعافية على قلبكم، لا تنسونا باللايك بالاشتراك ودعم القناة، وبالعافية يا رب.